مشينا بح ما كاين والو غير كاين بيجو الصالون. واش انا عندي بارت ما فيها 70 متر غنمشي لبيجو الصالون؟ انا باغا ما كثر باقي الناس كيزيدو قدام شكل شعور الله. ما كاينش خرجي ما غتخرجيش غتخرجي بالقوة. وهادشي دابا اللي كنهضر حتى انا غيهزوني العصا وباغا نتز. فكرة المشروع كيف قلت بادي من الثمانينات؟ من 89 اول احصاء 89. باب الدار عندك باب الدار عندك كيقول لك اختي خرجي حنا غنديرو معاك. ملي كتخرجي تمشي للمقاطعة ما كيعرف حتى واحد كيدوز بحدك كيديروها من الشاوش من برا حتى للفوق ما كاينش اللي كيشوفك. وهذا اللي كنقول تحمل عاديوني اوامر تاطات عاديوني غنبات في الزنقة اللهم الحبس الحبس بعدا غناكلو ونعسو. اما هنا راه غنتشردو غنتبهدلو تبهدلنا. واش ملاك وزينا وحقوقنا وجونا حقوقنا عند وحدين جاو لاجئين ما تبقى يا زول تحيا تسكن فيه واحد مشى واحد الاستفاده هذا منكر راك ماتو دين تودان وراك ماتو دين تودان راه عند الله يوم الحساب راه يوم الحساب لا ينفع لا مال ولا بنون راه يوم الحساب لا ينفع لا مال ولا بنون راه حق بحق بحق حقي وديك الساعه ما مسامحين حتى واحد ظلمنا ما مسامحين حتى واحد مسفينا يدو وحقرنا وظلمنا راه اللي حقرنا غنتحاسبوا معاه. راه طيبه تتعيي في راسك صافي صافي وصافي راه طيبه تتعيي في راسك صافي راه طيبه الامر جا صافي غيجي على خمسه الامر جا نعس في الزنقه بسم الله كلشي جميعا صافي عندكم راه القادوس هذاك راه شكروه لينا راه هو راه عندك طيح. عندكم راه القادوس هذاك راه شكروه لينا راه هو راه عندك طيح. ناخذ الحق ديالي قالت لنا الرئيسه سكنت ساكن باغي الحق ديالي عطوني الحق ديالي قلت
قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.